صباح الفل. في حميصرة سوف ترى، أشهر كلمة قالها الشيخ أبو الحسن الشاذلي اللي أنا قدام الجامع والمقام بتاعه اللي ورايا ده، واحد من أشهر شيوخ الصوفية اللي عدوا في التاريخ، نسبه يروح لسيدنا الحسن ابن سيدنا علي زوج سيدنا فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. المسجد على بعد 150 كيلو متر من مدينة مرسى علم، المسجد بيجي له ملايين من البشر بيزوروه كل سنة، أتباع الطريقة الشاذلية اللي بيتعدوا في العالم بالملايين حرفيا، وخصوصا يوم العاشر من ذي الحجة، اليوم اللي هو توفى فيه وهو رايح يحج عشان يجي يزور المقام ده. هكمل لكم الفيديو إن شاء الله، وأحاول أوريكم المسجد من جوه، وهصور لكم فوق الجبل كده، الفيو تحفة، فاستنوني ما تروحوش في أي حد. منظر المسجد من جوه حاجة جميلة جدا ونظيفة جدا، ومهتمين جدا بنظافته وشكل المسجد من جوه وشكل الحيطان والنجف، كل حاجة جوه تحفة معمارية، صارفين عليه فلوس جامدة جدا عشان يخلوه أحسن شكل وصورة. مسجد أبو الحسن الشاذلي عشان تقدر تشوفه بفيو حلو جدا لازم بتطلع الجبل اللي قصاده على طول عشان تشوف فيو المسجد من فوق. أنا دلوقتي فوق جبل والمنظر قدامي بصراحة تحفة. المسجد مبني على مساحة 4000 متر مربع، مساحة هايلة جدا. طبعا المسجد ما كانش بالشكل ده، بس أتباع الطريقة الشاذلية خلال السنين قدروا إن هما يكبروا حجم المسجد ويعملوا له تجهيزات، والحالة اللي على المسجد فيها دي تقريبا بقالها حوالي 15 أو 20 سنة بالشكل ده وبالمنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم. دلوقتي أنا في أعلى نقطة قدام المسجد، قدام الجمل اللي قدام، وشايف المسجد وشايف المدينة، مدينة حميصة بالكامل قدامي، والمسجد واخد أكبر قدر وأكبر اهتمام في المدينة. بس وده آخر الفيديو، لو عجبكم متنسوش تعمل لايك شير وسبسكرايب، حاول قد ما أقدر إن أنا أوريكم أماكن جديدة وأماكن أول مرة حد يشوفها وأماكن شخصيا أنا أول مرة أزورها. أشوفكم على خير واستنوني فيديو جديد إن شاء الله. سلام. لا تنسى هدوء.